بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة كاشوستو مجمع انجي برايم، طبعا شقة في الدور العاشر رقمها 41 مساحتها 190 متر مربع. طبعا هنا المدخل، هذه البوابة الرئيسية، تشطيب عالي جدا سوبر ديلوكس. هذا المدخل تقاط سيراميك، عندنا انترفون بالكاميرا، طبعا الدواليب المخفية راح اشرحها لكم الان بالضبط. يقابلنا مباشرة الصالة، ما شاء الله مساحتها كبيرة وشرحة، ورق جدران نوعية فخمة، تمديدات المكيف واصلة، ايضا تدفئة مركزية. الارضيات عندنا باركيه، اطلالة امامية جانبية على البحر والمدينة زي ما انتم شايفين، مساحة كبيرة وشرحة. هذا المدخل الرئيسي، طبعا عندنا الدواليب هذه زي ما انتم شايفين مجهزة من الشركة نفسها. نشوف المطبخ، دواليب راكبة جاهزة بالجهتين. ايضا عندنا هنا ما شاء الله مساحة كبيرة ممكن تستخدم كسفرة للطعام. هذه البلكونة لها اطلالة جميلة جدا على البحر. تمديدات المكيف، مساحة كبيرة وشرحة. هذه الاطلالة الامامية على البحر والمدينة. طبعا عندنا خدمات داخل المجمع، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، مسبح مغلق، صالة سينما، ملعب سكواتش، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، ساونا، فتنس، حمام تركي، جميع الخدمات موجودة فيها. هذه الغرفة الأولى أيضا فيها تمديد المكيف، فيها نظام التدفئة، لها مخرج للبلكونة. هذا الممر، عندنا هنا دورة المياه الأولى، طبعا شقة فيها ثلاث دورات مياه زي ما انتم شايفين مجهزة بالشطافات. هذه دورة المياه الثانية الرئيسية، فيها المروش، أيضا فيها الشطاف والأفرنجي أكرمكم الله. هذه الغرفة الثانية أيضا فيها تمديد المكيف واصل جاهز. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، ما انتم شايفين ورق الجدران مرتب وجميل، ايضا فيها تمديد المكيف ولها بلكونة جانبية. هذه بلكونة جانبية ايضا لها اطلالة جميلة على البحر. طبعا عندنا دريسنج روم مجهزة بالدواليب. هنا الدريسنج روم وأيضا دور المياه. هنا المروش، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.